السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، العواشر مبروكه. كنتمنى تدخل لكم الصحه والعافيه واللي في بالو شي الله يرزقه. نتمنى تكونوا كاملين شريتوا العيد ان شاء الله يا ربي. المهم اليوم جيت نشارك معكم هذا المشروع، حتى هو صراحه مزيون. كتعدلو بنت اختي، بنت اختي كتعدلو وعجبوني ونزلتهم تشوفوهم. هادو شني المشكله في الخيط، ما كتجبروش هنايا، صيفطت موراها جاها بعيد وكتعدل بيهم. هادو صراحه مطلوبين، كانوا واحد الشركه كانت على برا كتجيبو من البنات كيشريوهم، هي كتعد كيتخدموا بحال شكل المكرامي صراحه، وكيدخل فيه الخيط وفيهم شويه التماره، ولكن كيجيو مزيونين. المهم انا وريتكم هما الشكالات بزاف عند هادو اللي جبرتله كتبيعو. بغا شي واحد بالجمله، بغا شي بياسه يدخل عليا، انا نعطيه النمره ديالها ولا نتفاهم معانا ولا اللي بغا. مهم واللي بغا يعدلهم الصراحه هما قلالين، كيجيو برا المغرب، كيطلبوهم بنات بزاف. اللي بغا شي واحد يشريهم منا بالجمله ولا يشريهم بالتقسيط، ولا بغا شي واحد هاد الفكره عطيتها لكم يعدلها، يتعلموا يعدلهم. لي مالا كيجيو في اليد على حسب اللبسه. كنشوف انا بنيتات كيلبسوا اللبسه اللي لبسوا، كيلبسوا معاها خويات جوج ولا ثلاثه بالاسم والزواقات، الشكالات مزيونين. بغيتي تعمل فيهم جوهر، بغيتي داك العقيق هذاك اللي مزيون ما كيطرشي كيبقى، العقيق مزيون شفتو عندي انا في قجيورات. المهم هذه ديتكم واحد الفكره صراحه مزيونه. اللي بغى شي حاجه مرحبا، انا عنزل نمره التليفون ديالي، ديك الساعه اتصلوا بيا ونلاقيكم معاها. مرحبا. المهم ديو فكره بحال اللي قلتكم، ولا اللي بغى شي حاجه مرحبا. بالتوفيق ان شاء الله وفرجه ممتعه.